طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واحنا كنا بدأنا في السكوب مانجمنت المحاضرة اللي فاتت، وهنبدأ ان شاء الله نكمل المرة دي. طيب نبدأ نراجع كده المحاضرة اللي فاتت ان شاء الله. خدنا المحاضرة اللي فاتت في السكوب مانجمنت، قلنا ان في خمس عمليات. اول عمليه اللي كولكت ريكويرمنت اللي هي تحديد الاحتياجات، وبعد كده ديفاين سكوب تاني عمليه، ثالث عمليه كرييت ورك بريك داون ستراكشر او اللي اختصاره دبليو بي اس، وفيريفاي سكوب، رابع عمليه بتحصل في مودنج اند كنترول، وكنترول سكوب اللي هو اخر عمليه من العمليات بتاعتنا. وكلمنا عن الصفحة اللي هي صفحة 42 اللي هي فيها 42 بروسس. طب فقلنا ان في ثلاث عمليات بيحصلوا في عملية في البروسس جروب اللي هو البلاننج. اول حاجة تجميع الاحتياجات، تاني حاجة ديفاين سكوب بنعرف السكوب اللي عندنا، تالت حاجة بينزل بنعمل تكسير للسكوب اللي هو الاجمالي، وبعد كده بنخليه دبليو بنكسره لورك بريك داون ستراكشر لاجزاء اصغر نقدر نديرها. بعد كده في المونيتورنج اند كنترولنج بنعمل فيريفاي سكوب، يعني تحقق من السكوب كان تم. واخر حاجه بنعمل كنترول سكوب، اخر عمليه كعمليه، لكن هنتكلم في الترتيب بتاعها ان شاء الله بعد كده. قلنا عندنا ان احنا كبروجكت سكوب الهدف ان احنا نعمل المشروع كله، يعني نعمل الشغل المطلوب كله. وايه تاني؟ والشغل المطلوب فقط بنقول ان هو البي ام اي بيمنع حاجه اسمها الجولد بليت. يعني ايه الجولد بليت؟ يعني ندي العميل حاجه ازيد من اللي موجود في العقد. بريفنت جولد بليت يعني تمنع ان هو انك تدي له حاجه اكسترا. يعني الجولد بليت بيعرف ان هو ان انا ادي للعميل اكسترا او حاجه اضافيه. طيب عندنا قلنا ان في حاجه في الاول اسمها سكوب مانجمنت بلان، ما هياش موجوده عندنا في العمليات اللي موجوده، لكنها ان شاء الله تنزل في الاصدار الخامس. الاصدار الجاي هتنزل ان شاء الله، هتبقى هي عمليه ان انا بخطط لكل العمليات اللي هتتبعها، ولكنها جزء من البروجكت مانجمنت بلان اللي موجوده في الانتجريشن. قلنا البروجكت سكوب، لما اتكلم عن بروجكت سكوب يعني اقصد حاجتين. اقصد اول حاجه برودكت سكوب، يعني بتكلم عن الفانكشنال فيتشرز اللي موجوده في المنتج نفسه. يعني احنا بنتكلم على مشروع المستشفى، المشروع اللي بنتكلم عليه لما اكلمك على عدد غرف المستشفى يعني بتكلم عن برودكت سكوب. طب لما اكلمك ازاي بقى نعمل عمود، ازاي نعمل اساسات، ازاي ندهن، ده لما اكلمك فين؟ في البروجكت سكوب، مش بكلمك في البرودكت سكوب. شفت الفرق اللي ما بين برودكت سكوب والبرودكت سكوب؟ والاثنين لما باجي اتكلم في كل مشروع بتكلم عن سكوب، بتكلم على الاثنين كبرودكت او كبروجكت. احنا مش عارفين طبعا المعلومات، فاحنا قلنا نعمل كولكت ريكوايرمنتس، العمليه كلها اللي هي كولكت ريكوايرمنتس. طبعا اول حاجه اول تولز عندنا، قلنا هناخد التولز اللي هي عندنا هنا التولز او التكنيكس اللي موجوده عندنا. اول حاجه الانترفيو، ان احنا نعمل مقابلات شخصيه. بنعمل مقابلات شخصيه مع اللي هم اصحاب المصلحه. ممكن مقابله تبقى واحد لواحد، واحد لثلاثه، تبع نوع المقابله، سواء مقابله رسميه او غير رسميه، بتبقى تولز عشان اجمع منها معلومات. في حاجه اسمها الفوكس جروبز. ايه الفوكس جروبز؟ لما يكون مجموعه من الخبراء بيتجمعوا عشان يتكلموا في مساله مركزه. فاحنا بنسميها فوكس، يعني مركز. ففاسيليتيتد ورك شوبز بتبقى لما يكون مجموعه من واحد بيدي محاضره لمجموعة من الناس بيشتغلوا في مكان، في أماكن، أو بيشتغلوا في مجالات مختلفة وفي بينهم عمل مشترك، فبيجي يعمل محاضرة عشان يزيد
نقط الخلاف اللي بينهم، ويبدأ ان هو يشوف ايه اللي اولى من ايه، يحاول يشوف الديفرنس اللي موجودة ويحاول يقللها في خلال هذه المحاضرة اللي هي ورش العمل. طيب في حاجة اسمها جروب كرياتيفيتي تكنيكس، اللي هي العمل الجماعي، تكنيكات العمل الجماعي. فانت عندك اول حاجة اسمها البرين ستورمنج، العصف الذهني، ان احنا نبدأ نجمع افكار من الناس، كل واحد يقول فكرة فبتتولد افكار وبنجمع ايه افكار. عندنا النومينال جروب تكنيكس، ان احنا لما يكون عندنا اكتر من ست مثلا احتياجات او خمس احتياجات، نبدا في عمل يعني زي تصنيف بينهم، نبدا ان احنا نعمل نشوف ايه الاولى من ايه، فنبدا ان احنا نحط درجات لكل واحد. ودي بتستخدم لما يكون في ناس مش قادره انها تتكلم، فبنلاقي ان يكون ده من خلال ورق، ومن خلال ورق، علشان من خلال الورق ده احنا بنكتب تصنيف لكل واحد، لكل احتياج من الاحتياجات، ونحط الدرجات بتاعته، ونشوف في الاخر ايه اعلى درجه، ويبقى هي البريوريتي رقم واحد. طيب في حاجه اسمها الدلفي تكنيك، عرفناها مره فاتت. ايه الدلفي تكنيك؟ اللي احنا بنحاول من خلال الدلفي تكنيك ان احنا نوصل لاجماع من خلال الخبراء. طيب بنيجي نسال سته من الخبراء، فاربعه هيقولوا لنا راي واثنين هيقولوا لنا راي، بس بشرط ان يكون السته ما حدش يعرف ان التاني بيتسال، فبنسال في الخفاء، كل واحد بنساله لوحده السته دول. طيب بعد ما ناخد الاجابه منهم او ناخد الفيدباك، بناخد الفيدباك من الاربعه، نبدا نحاول نقنع الاثنين التانيين، فبنلاقي ان مثلا واحد منهم اقترح، او وصلنا ان كل الناس اقترحت بفكره واحده، دي اسمها دلفي تكنيك. رابع حاجه مايند مابنج، ان احنا نبدا في ان احنا نعمل مايند مابنج، خريطه ذهنيه، علشان نبدا تظهر لنا الاحتياجات اللي احنا محتاجينها. قفلت الدايجرام، احنا نبدا نعمل تقسيمه موجوده يعني تصنيف وتقسيمه موجوده، ومن خلال التقسيمه دي احنا بنحط كل يعني كل احتياج تبع الحاجه بتاعته. يعني انا اقسم مثلا احتياجات طبيه، شغل كهرباء، شغل مدني، ويبدا كل واحد يحط الاحتياجات بتاعته تحت ايه هذا المكان. فاحنا عندنا عملنا عمليه تقسيم لهذا ايه العمل. طيب عندك الجروب ديسيشن ميكنج تكنيكس، اللي هي العمل الجماعي او اتخاذ القرار. اتخاذ القرار، بنتخذ القرار اما اجماع، يعني كلنا متفقين. تاني حاجه يا اما اغلبيه، ماجوريتي، اكتر من 50%، يا اما بلوراليتي، يعني عندنا مثلا ثلاث اراء، ففي اكبر مجموعه واخده جزء من الاراء اللي هي القطبيه، ممكن يكون 40% مثلا، او بشكل ديكتاتوري. وقلنا بشكل ديكتاتوري يعني مش معناها انها شيء سيء، لكن شكل ديكتاتوري ان بعض كثير من القرارات مش محتاجه ان هو ياخد راي الناس، او يكون القرار ايرجنت طارئ، ده قرار صعب ان حد يقدر ياخد يعني الوقت فيه له تمن، فساعتها لازم ياخد القرار ديكتاتوريا، يعني ما يستشيرش حد. قلنا من التولز كويشنيرز اند سيرفيز، ان احنا نعمل استقصاء ونعمل مسح، وده لما يكون عندنا الستيك هولدر كتير نبدا نعمل عمليه ايه مسح من خلال اسئله، والاسئله دي بتحدد ايه الاحتياجات اللي هم طالبينها. في عمليه اوبزرفيشن، اوبزرفيشن دي بنبدا ان احنا ننظر للشغل شكله ايه، ومن خلال نظرتنا للشغل بنقدر نطلع ايه احتياجات العمل. بروتوتايب اللي هو نظام ماكت، بحط ماكت واشوف راي الناس ايه، يعني باخد فيدباك من الناس على الماكت، تمام، باخد فيدباك من الناس عن الماكت وعن الاحتياجات، تمام، بيبقى بالنسبه لي اقدر ان انا اعدل بعد كده او اطلب الاحتياجات. قلنا بقى ان كولكت ريكوايرمنتس، بيبقى عندك الانبوتس برول شارتر، وثيقه تاسيسيه اللي احنا خدناها في اول محاضره او ثاني محاضره،
وعندك ستيك هولدر ريجستر سجل اصحاب المصلحه، هم دول الورقتين اللي معانا دلوقتي. فبقى عندك كل التولز اللي اتكلمنا عنها، في الاخر هيطلع الريكويرمنت دوكيمنت اللي هي توثيق الاحتياجات وخطه اداره الاحتياجات. دي حته جميله جدا. لما تطلع حضرتك الواجب ان احنا نملأ النماذج، الحته دي بالذات بعض الناس ما وضحتش عنده. لو رتبنا الترتيب الزمني للاوت بوتس دي هنجد ان اول حاجه هتكون هي البلان. البلان يا جماعه هي خطه واضحه للاحتياجات، اداره الاحتياجات. فده كلام عام انا بدات الاول بيه، لكن هو ترتيبه هنا هو مش لازم يكون بيتكلم على الترتيب الزمني، بيتكلم عن ازاي يدير الاحتياجات. فكلامي يبقى كلام عام. يعني لما بتكلم مثلا عن ازاي بنعمل التجميعات، او بنعمل مثلا تجميعات من خلال التولز اللي احنا استعملناها، عملنا فوكس جروب في الموضوع الفلاني، عملنا انترفيوز في الموضوع الفلاني، عملنا مسح في الموضوع الفلاني، او ما تقولش من الموضوع، تقول الادوات اللي استخدمتها مع مين ومع مين ومع مين، او هتستخدمها مع مين. لان انا بتكلم دلوقتي على ايه؟ على خطه. فانا بتكلم على خطه يبقى الكلام فيها ايه؟ معمم عام. اما الكلام لما يكون بقى بتكلم على الدوكيمنت، بتكلم على طلب معين، احتياج معين موجود بتكلم عنه. طيب والترتيبلت ماتريكس، انا بتتبع الاحتياج ده بعدين، باخد معلومات عنه علشان اعرف اتتبعه بعد كده. يعني ايه اتتبعه؟ اتاكد ان الاحتياج ده تم وخلص، ولما يخلص اشوف مين اللي طلبه واجي اقول له تعالى اديني فورمال اكسبتنس على هذا الامر. قلنا ريكويرمنتس دوكيومنتيشن، ايه اللي بيحصل؟ بعمل بالانس للستيك هولدرز ريكويرمنت، توازن ما بينهم. طيب واي اي اي ريكوست مش تبع البروجكت شارتر او مش تبع السبب اللي هو المشروع انشئ ليه، طبعا اي شيء طبيعي ان هو ايه؟ هيترفض. بس لما يترفض يفضل موجود عندي في المشروع عشان يتقال هو اترفض ومكتوب عليه سبب رفضه. تمام؟ جبنا الريكويرمنت دوكيومنتيشن واتكلمنا عنها وعملنا توثيق الاحتياجات ازاي. حضراتكم ما شاء الله ناس، يعني مجموعه كبيره عملت، يعني في حدود 15 او 16 واحد. ان شاء الله اتمنى المحاضره الجايه يكونوا اكتر من كده ان شاء الله باذن الله. واعتقد الناس اللي عملت الحاجه دي بايديها بتكون يعني ايه؟ يعني استفاده كبيره جدا. الريكويرمنت مانجمنت بلان، كيفيه اداره خطه الاحتياجات بتاعتي عن طريقه التجميع بتبقى ازاي. تمام؟ عن طريق التصنيف، تصنيف الاحتياجات نفسها، عن طريق ايه الاولى؟ طب ازاي بنتبعها؟ طب ازاي بنغير في هذه الاحتياجات؟ وفي الاخر ازاي بتحقق من وجودها؟ التريسيبلت ماتريكس، ان انا برجع كل حاجه لاصلها واكتب معلومات عن اتريبيوتس بتاعت الاكتيفيتي بتاعت ال ريكويرمنتس نفسها، يعني الاحتياج نفسه، بعمل صفاته وسماته علشان بعد كده ارجعه للاصل بتاعه او ارجعه لصاحب المصلحه وفي الاخر اخد منه فيريفيكيشن. ده كده احنا ايه؟ رجعنا على المحاضره اللي فاتت. نبدا ان شاء الله محاضره النهارده. طيب نتكلم، بسم الله الرحمن الرحيم. نبدا في محاضره النهارده. احنا خدنا المحاضره اللي فاتت الكوليكت ريكويرمنتس، ان احنا جمعنا الاحتياجات. هنبدا بقى في العمليه اللي بعدها على طول، ان انا ابدا اعرف سكوب. هتقول لي وانا ما عرفتش سكوب؟ اقول لك لا، احنا عرفناه بطريقه مبدئيه واجماليه في البروجكت شارتر، في الوثيقه التاسيسيه، لكن انا عايز اعرفه بطريقه اكثر وضوحا عشان الناس يشتغلوا. تمام؟ طيب بعد ما عملت الديفاين سكوب هبدا اكسر الشغل في حاجه اسمها كرييت ذا دي بي اس. يبقى كده انا خلصت عمليه البلاننج للسكوب، بروح داخل عمليه ازاي اتحقق من ان العمل ده انتهى. بعمل فيريفاي سكوب وبعمل كنترول سكوب، هنعرف الفرق بينهم ساعه ما ندرسهم ان شاء الله. دلوقتي احنا قاعدين بنقول بعد ما جمعنا احتياجاتنا من المشروع احنا محتاجين ان احنا نعمل تعريف للسكوب ده. ناخد بعض التولز والتكنيكس اللي احنا نستعملها عشان نعرف السكوب بتاعنا. فاكرين لما قلنا
ان عندنا في السكوب بروجكت سكوب، في بروجكت سكوب وفي برودكت سكوب. يبقى احنا هنيجي نبص على البرودكت نفسه ونعمل له اناليسز، تمام؟ بنعمل تحليل للبرودكت، اسمه الماتيريال بتاعته، الاستفاده اللي فيه، حاجه العميل ليه، الامان، التكلفه، ونبدا في التحليل. بعد ما كان الكلام عام نبدا نخلي الكلام ارقام. يبقى هنا التحليل اداه فعاله علشان اقدر ان انا اعرف اللي البرودكت نفسه. يبقى احنا هنا البرودكت اناليسيس، انا عايز اعرف البرودكت عشان اعرف السكوب بصفه عامه. ما هو السكوب يا اما برودكت سكوب يا بروجكت سكوب. فاحنا هنا البرودكت اناليسيس، احنا عارفين ايه المنتج اللي هيطلع مننا بعد كده، تمام؟ وفي نفس الوقت بنعمل برودكت اناليسيس عشان احنا عايزين نعرف ايه المنتج اللي احنا عايزينه او عايزينه ايه بالظبط. ازاي بنعمل تحليل للماتيريال، للسايز، لكل التفاصيل اللي هي هتهمنا برضه هنستفيد منها في البرودكت، في البرودكت سكوب. يبقى اول حاجه، اول تولز هنستعملها البرودكت اناليسيس. تاني تولز الترناتيفز ايدنتيفيكيشن. طب احنا بقى عرفنا خلاص المنتج اللي احنا هنعمله، طب نوصل له ازاي؟ في طرق كتيره علشان نعمل المنتج ده، في طرق كتيره لبناء المستشفى بالمواصفات دي. هنبدا ان احنا نشوف في الطرق الكتيره دي ايه. ممكن يكون في طريق من الطرق اوفر من طريق تاني، ممكن نعمل نفس السكوب بس اوفر، تمام؟ ودي بيسموها فاليو انجينيرنج، نعمل نفس السكوب لكن بطريقه اوفر، اقل في الكوست، تمام؟ ان انا ممكن اعدل في السكوب شويه، تعديل بسيط، واخد بال حضرتك، وطريقه ثانيه توفر لي كتير او في الكوست. ما هو لازم انت تفهم ان انت وانت بتاخد وانت بتعمل سكوب عينك على الكوست، وعينك على التايم، وعينك على الكواليتي. مشكلة كتير من الناس اللي بيدرسوا بي ام بي ان هم بيفكروا ان هو بيشتغل في النولج اريا دي لوحدها. لا، ده اكبر وصف لمدير المشروع انه انتجريتور. يعني ايه انتجريتور؟ يعني مكمل، يعني لما بيجي يبص في السكوب بيبص معاه في التايم، بيبص معاه في الايه، في الكوست. فلذلك احنا هنا لو هنعمل السكوب نفسه بنشوف طرق، بنعرف الطرق المتعدده لعمل السكوب ده. والحته دي تتبع البروجكت سكوب اللي هو الشغل المطلوب لانجاز المنتج. البرودكت سكوب زي ما عرفناها قبل كده، الفانكشن فيتشرز الموجوده، المواصفات، تكنيكال سبيسيفيكيشن بتاعت المنتج. اما بقى البروجكت سكوب اللي هو ذا ورك، العمل المطلوب انجازه علشان ايه؟ عشان اوصل للايه؟ للبرودكت. يبقى هنا عندنا اثنين تولز. التولز الاولانيه برودكت اناليسيز، والثانيه الترناتيفز ايدنتيفيكيشن، الطرق المتعدده لعمل المشروع. تعالى بقى نشوف الديفاين سكوب. عندنا ايه الانبوتس اللي موجوده عندنا عشان نعرف السكوب؟ اول حاجه البروجكت شارتر، الوثيقه التاسيسيه. وهنلاحظ حاجه جميله قوي، ان لغايه دلوقتي كل عمليه من بعد البروجكت شارتر الانبوتس فيها هي البروجكت شارتر. طب العمليه الجايه عايزين نشوفها الحته دي ونسال نفسنا ليه. عندك الريكويرمنت دوكيومنتيشن، طلبات كلها، الاحتياجات كلها موجوده دوكيومنتيشن مع البروجكت شارتر. اللي هو موافق ليه للبروجكت شارتر يقبل، واللي مش موافق يرفض طبعا. عندك الاو بي اي اورجانيزيشنال بروسيس اسيتس، اصول عمليات تنظيميه، الحاجات اللي هي ليسنز ليرند من مشاريع قديمه، هيستوريكال انفورميشن، تمام؟ اللي بالنسبه لنا لو تمبلتس للمنتج النهائي اللي هيخرج، او تمبلتس ازاي بعمل برودكت اناليسيس، تمام؟ يبقى بالنسبه لنا اورجانيزيشن بروسيس اسيتس بتبقى من الانبوتس اللي عندنا. طب ايه التولز والتكنيكس اللي هنستعملها؟ طبعا اهم تولز عندنا اكسبيرت جادجمنت. طب
طب انت عايز تعرف سكوب، محتاج خبره في الكهرباء، بتتكلم في شغل الكهرباء، ومحتاج خبره في الميكانيك، في الميكانيكا، وانت بتشتغل في شغل الميكانيكا، محتاج خبره في البناء، انت بتتكلم عن البناء، تمام؟ يبقى انت تعرف السكوب، محتاج خبراء، الاكسبيرت جادجمنت. عندك البرودكت اناليسيس اتكلمنا عنها، الترناتيفز ايدنتيفيكيشن، بدائل متعدده للعمل ده اتكلمنا عنها، فاسيليتيتد ورك شوبز، زي ما عملنا ورك شوبز قديمه في، او احنا بنجمع الاحتياجات نعمل ورك شوبز تاني او ورش عمل علشان نطلع نعرف سكوب. المنتج اللي عندنا الاولاني هيبقى بروجكت سكوب ستيتمنتس. طيب وفي دوكيومنت هيحصل لها ابديت، دوكيومنت كتيره ممكن يحصل ابديت ستيك هولدر، لو حصل سكوب جديد ستيك هولدر ريجستر ممكن يحصل له ان هو يحصل البروجكت دوكيومنت ده ابديت. تعالوا نتعرف بقى على بروجكت سكوب ستيتمنت. ايه هو بروجكت سكوب ستيتمنت؟ اللي هو بيان نطاق المشروع او حاله النطاق بتاع المشروع. نقول كده لما سميها البروجكت شارتر هي شهاده ميلاد المشروع، ممكن يسمي بقى البروجكت سكوب ستيتمنت بطاقه المشروع. وانت صغير اتعمل لك شهاده ميلاد، بعد كده اتعمل لك بطاقه فيها بيانات كتيره اكتر شويه من ايه موجوده في شهاده الميلاد. موجود فيها ان حضرتك في البطاقه مهندس، موجود في البطاقه ان حضرتك متزوج، موجود في حضرتك في البطاقه اقامتك فين، يومك وقت ما كانتش موجوده البيانات دي كلها. فاحنا هنقول البروجكت سكوب ستيتمنت، نبدا نشوف بقى بيان حاله المشروع هيكون موجود في ايه. ده هيكون موجود فيه حاجه اسمها بروجكت سكوب، نطاق المشروع نفسه موجود فيه، ديليفرابلز يعني ايه التسليمات اللي هتحصل للمشروع. في المشروع ده في كومبوننتس هتسلم اسمها ديليفرابلز. عندك معيار القبول للسكوب، تمام؟ طب ايه اللي مش مطلوب في المشروع، ودي مهمه جدا، ايه هو اللي اوت اوف سكوب؟ مهم جدا وانت بتشتغل تبقى عارف ايه اللي تبعك تشتغله وايه اللي مش تبعك ما تشتغلوش، زي ما كتب في سكوب ستيت. اديشنال ريسكس، لو في ريسكات اضافيه ما كانش ما تمش اضافتها في البروجكت شارت. كونسترينز، كنا سالنا سؤال في الصفحه جميل قوي، قلنا مشروع لازم يخلص في ست في سنه ونص مثلا او في سنه، ده جدول ولا كونسترين، كان في حاجتين بلاننج بروسيس، تمام؟ او ولا اسامبشنز. طبعا لما اقول لك ماست بي يعني انا بقيدك، يبقى ده ايه؟ كونسترين، تمام؟ نفهم كونسترينز، احنا نقول ان الفرق بينها وبين يكون جدول، لان انا قلت ايه؟ بقيدك بزمن معين. ممكن اقول ايه؟ ان المشروع ده تكلفته ما تزيدش عن 10 مليون دولار، فده بالنسبه لي بقى كونسترينز. ممكن اقول ان الكواليتي تابع للايزو اي رقم، او تابع للسيكس سيجما، او المواصفات القياسيه المصريه، مفيش اي مشكله. اسامبشنز، ايه الاسامبشنز؟ افتراضات، بتفترض حضرتك ان الامور زي الفل، بتفترض حضرتك ان الحديد متاح في السوق اللي انا موجود منه اللي انا بتكلم عليه، بتفترض ان احوال البلد الاقتصاديه ما فيهاش مشكله، وده الواقع اللي موجود دلوقتي مثلا هنفترض يعني، تمام؟ يبقى هنا فيها كونسترينز وايه واسامبشن. تعالوا نشوف نموذج من النماذج البروجكت سكوب ستيتمنت. مهمه جدا ان احنا نتعرف على النماذج دي، ولما ان شاء الله بنديها واجب في الاخر حضرتك بتطبقها في مشروع خاص بيك. انا صراحه النهارده شفت حاجات زي الفل، شفت في حاجات يعني في مشاريع متنوعه، شفت ناس اتكلمت مثلا في مشاريع اي تي، وناس تانية في مشاريع كهرباء، وناس تالتة طبعا في الأصل هو المدني، تمام؟ والمهم في تنوع في الناس اللي بعتت لي مشاريع، كل واحد له رؤية بصراحة رؤية جميلة جدا، إن هو إزاي نبص على المطلوب ونحاول يحققه في المشروع بتاعه. فإحنا هنشوف البروجكت سكوب ستيتمنت. المشروع مدرسة طبعا، مشروع في مشروع مركز علمي، وان شاء الله اي حد بعت حاجه هتابعها وبرد عليها، يعني ان شاء الله ما حدش يقلق، اللي بيبعت حاجه بنرد عليها بفضل الله على الميل ان شاء الله. طيب عندنا البرودكت سكوب ديسكريبشن،
وصف للايه؟ للبرودكت سكوب. طب الايميل هكتبه في اخر المحاضره، خليكم معايا تمام عشان بس ما نشتتش نفسها في شغلنا. طيب عندنا برودكت سكوب ديسكريبشن، يبقى عندنا البرودكت سكوب ديسكريبشن بنبدا ان احنا نوصف البرودكت اللي عندنا وصفه اكثر تفصيليه. شوف هنا بيقول لك ايه، بروجريسفلي الابوريتد. البرودكت تشارتر الاول، البرودكت تشارتر الاول بنبدا ان احنا نتكلم عنها بصفه اجماليه بس مع توفر المعلومات بعد ديسكريبشن اكتر شويه تمام. الدليفرز، التسليمات اللي موجوده او الكومبوننتس اللي موجوده، التسليمات اللي موجوده تمام. بيبدا مع توفر المعلومات بنبدا ان احنا نعمل ايه الدليفرز، ونكتب الدليفرز او التسليمات اللي موجوده خلال المشروع. ثالث حاجه الاكسبتنس كرايتيريا تمام. المعادله ازاي هنقبل قبول المشروع يبقى عن طريق ايه؟ دي مهمه قوي. بروجكت اكسكلوشنز، ايه اللي مش موجود في المشروع زي ما قلت لك وات از نوت. فانت في كل مشروع تقول انا مش مسؤوليتي كذا، انا وهنشوف احنا عالجناها ازاي في النموذج بتاعنا. وبعد نكتب الكونسترينز، القيود اللي على المشروع. بعد نكتب assumptions، مفروض المشروع. دي ورقه بروجكت سكوب ستيتمنت. وحضرتك لو يعني من رؤيه الواحد للسكوب ستيتمنت بلاقي ان بعض السكوب ستيتمنت بتبقى تفصيليه قوي وبعضها اجماليه زياده عن اللزوم، ودي بتختلف من مدير مشروع لمدير مشروع تاني. بعض مديرين مشروع بس الورقه دي بيشتغل منها الناس كلها. بعض مديرين المشاريع عارف ان التيم بتاعه شغال معاه، فهو عارف ان هو لو كتب حاجات صغيره التيم بتاعه هيشتغل ازاي. وواحد تاني لسه التيم جديد فعايزين يحتاجوا تفصيل اكتر. لذلك حضرتك لو شفت السكوب ستيتمنت في معظم البيانات، في كثير من السكوب ستيتمنت الموجوده، تجد ان هي ساعات بتبقى موجوده بصفه تفصيليه قوي، تلاقي ورق كتير، وساعات بتبقى موجوده بصفه اقل تفصيليه. ده بيعتمد بروجكت مانجر ثقته في الناس بتاعته او اسلوب ادارته. ساعات في مدير بيكتب التفصيل اكتر وفي مدير تاني التفصيل بتاعه بيبقى ايه؟ اقل. الباشمهندس في باشمهندس محمد دول ان احنا عايزين نستعرض النماذج، اعتقد الامر ده هيبقى صعب. يعني صعب جدا ان مفيش ميعاد لهذا الامر، بس احنا هنحاول نطبقه ازاي. ممكن مره في الاخر خالص ان احنا نعمل محاضره استعراض النماذج من الاول للاخر. طيب خلاص، ممكن من المحاضره الجايه نستعرض النماذج المثاليه، مفيش اي مشكله، مفيش اي مشكله. طيب عندنا المشروع بتاعنا بناء وتجهيز مستشفى خاص. فاتكلمنا عن سكوب البرودكت سكوب ديسكريبشن. المبنى مستشفى من اربع طوابق، كل طابق يشمل جميع الخدمات الطبيه وغرف الاطباء والطبيبات والممرضين وعيادات متخصصه، والطابق الارضي الطوارئ، ويحتوي على غرفه مفرده وثلاث عيادات. كل اوضه بنتكلم فيها عن ايه العيادات اللي موجوده فيها تمام. غرف استراحه، كام سرير. بدا ان احنا نتكلم على البرودكت بشكل ايه تفصيلي اكتر من اللي اتكلمنا عنه قبل كده. قلنا هنتكلم على الديليفربلز اللي موجوده، التسليمات اللي موجوده، في موجود اعمال مساحه واعمال اساسات من الطابق الارضي والطابق الاول والطابق الثاني والثالث. في اعمال كهرباء وتشطيبات وتركيبات التكييفات والاجهزه الطبيه وتسليم الرسومات الخاصه للمستشفى كامله والكتالوجات الخاصه بايه؟ بالمبنى. تمام. طيب البرودكت اكسبتنس كريتيريا يتم القبول في جميع مجالات المشروع طبقا لما جاء في العقد بين المالك والشركه وطبقا للمواصفات القياسيه المصريه في فيجر. طيب احنا ليه بنستعرض مشروع؟ احنا مش هدفنا ان احنا نتكلم بصفه تفصيليه عن مشروع معين. ان حضرتك كل مشروع الحاجات دي بتتكتب بواسطه خبراء، بس احنا عايزين نعرف ان الخانه دي بيتكتب فيها ايه. هو ده الهدف الاساسي. انت كمدير مشروع، في كلمه جميله قوي بتتقال على مدير المشروع، يقول لك 1 انش ديبث اند 1 مايلز وايد. مدير المشروع ده ثقافته ممكن تكون في الكهرباء قليله وفي الميكانيكا قليله وفي المدني قليله،
يقول لك 1 انش ديبس يعني عمق 1 بوصه، لكن بيعرف 1 ميل وسع ارتفاع، ان هو بيعرف بتاع الكوست بتاع السكوب وبتاع التايم، كل ده هو بيعرف يتعامل معه. طيب البروجكت اكسكلوشنز لا يشتمل المشروع على عمل الديكورات اللازمه الخاصه بالمستشفى، خرج نفس الموضوع من الديكورات ولا اقامه شبكه معلومات خاصه بالمستشفى. واحنا لما يجي لنا المشروع نشوف ايه اللي احنا، انت بتركب مثلا سوفت وير تمام، بتقول مثلا ان انت مسؤول عن التشغيل مش مسؤول عن اي هاردوير ممكن تيجي تمام. طيب الكونسترينز، احنا ضروره بناء المستشفى وتجهيزها في مده لا تزيد عن 8 شهور، يفترض توافر الايدي العامله اللي هي الاسامبشنز وامكانيه استخراج التصاريح الحكوميه اللازمه. كده احنا اخدنا البروجكت سكوب ستيتمنت. طيب السكوب اتعرف، بس بقى صعب جدا ان ادير الكلام ده، difficult to manage. ليه؟ عشان كده so we decompose main deliverables، يعني انا ابدا اكسر ال deliverables الايه؟ الاساسيه اللي بيسموها اللي هو الصف الاول ليه؟ WBS. يعني ايه WBS؟ Work Breakdown Structure، هيكل التنظيم للعمل. ال WBS Sub Dividing أو Decomposing Project Deliverables and Project Work ليه؟ Into Smaller More Manageable، حاجة تقدر تدار Components، يعني أنت تتكسرها لحاجات صغيرة وتقدر إيه؟ تدار. طب إيه الإنبوتس اللي كانوا عندنا؟ فاكرين لما كلمتكم المرة اللي فاتت قلت لكم البروجكت شارتر كان هو الإنبوت على طول؟ طب الوقت ليه مفيش بروجكت شارتر؟ سؤال يتبادر للذهن، ليه مفيش بروجكت شارتر؟ عارفين ليه؟ لان بروجكت سكوب ستيتمنت هي صوره مكبره من بروجكت شارتر، فمع ظهور بروجكت سكوب ستيتمنت لم يعد لبروجكت شارتر ايه؟ مور ديتيل. تمام محمد طارق الله ينور عليك، مور ديتيل بس كوبي منها، يعني مفيش معلومه في بروجكت شارتر مش هتلاقيها موجوده في السكوب ستيتمنت، فلذلك انا حطيتك ايه؟ كانبوت خلاص، استغل على الملخص بالحاجة الأكثر تفصيلا. ويبقى عندي الـ inputs الثانية requirement documentation، توثيق الاحتياجات، شهادات التوثيق الاحتياجات اللي عندي، وعندي الـ OBA. هبص بقى هل عندي WBS قديمة أحاول أشتغل زيها. طيب بعمل decomposition كتكسير هيطلع عندي WBS و WBS dictionary Work Breakdown Structure شكل هرمي، هنشوف شكله ازاي، وهيطلع حاجة اسمها Scope Baseline. تمام؟ طيب نروح الأول لل WBS. ال WBS تبقى شكله Work Breakdown Structure، عندنا Deliverables قسمناها البروجكت سميناها واحد، حطيناها قسمناها لثلاث ديليفربلز، الديليفربل الاول قسمناه لاثنين وبعدين ده قسمناه لاثنين وبرضه الثاني قسمناه لاثنين. ملاحظين في حاجه اسمها النمبرنج سيستم، ايه النمبرنج سيستم؟ هتبقى ترقيم واحد، خلينا الصف اللي بعده واحد واحد دوت واحد، واحد دوت اثنين، واحد دوت ثلاثه، بعدين الصف اللي بعده واحد واحد واحد. طب ليه الكلام ده؟ نمبرنج سيستم بيسهل لي ان انا اعرف الورك باكج دي في اي مكان. وفايده الورك بريك داون ستراكشر ان هي بتتم بواسطه التيم. بتتم بواسطه التيم وبتكون اداه تعارف ما بين التيم والبروجكت مانجر. تمام؟ بتكون بعض البروجكت مانجر بيحط الورك بريك داون ستراكشر وراه، واول ما تخلص اي ديليفربل يعلم عليك ايه ده غلط اكس حسب ده بيس. تمام؟ يبقى هنا بيعلم على ايه؟ عليه الاكس. طيب في قوانين للورك بريك داون ستراكشر، عايزين نعرف ايه الورك بريك داون ستراكشر، ايه القوانين بتاعته؟ اخر مستوى
بنسميه work package. يعني ايه work package؟ حزمة عمل. يبقى عندنا كل ده اسمها deliverables، حتى الورك باكج نفسها اسمها deliverables، بس هي مخصصة باسم اسمه work package المستوى الأخير. في قانون تاني بيقول إن مجموع الأجزاء بيساوي الكل. يعني الورك باكج 1.322 و1.321 لازم يساوي 1.32. ازاي؟ يعني لو انا قاعد بتابع فلقيت ان 1.322 في خلص، 1.321 برضه خلص، يبقى اذا طبيعي ان ال 1.32 برضه ايه؟ خلص. يبقى مجموع الاجزاء بيساوي ايه؟ الكل. مجموع الاجزاء في الليفل الاقل بيساوي ايه؟ الكل في الليفل الاقل. نرجع تاني المشروع بتاعنا. قلنا قسمنا المشروع لاعمال انشاء واعمال كهرباء وتجهيز للمستشفى. اعمال انشاء قسمناها لاعمال اساسات واعمال بناء. اعمال الاساسات قسمناها لاعمال نجاره واعمال تسليح. التوصيلات اعمال الكهرباء اتقسمت توصيلات كهربيه واعمال تكييف. تجهيز المستشفى قسمناه لشراء اجهزه وتركيب اجهزه. تمام؟ قلنا التركيب هيشمل التركيب والاختبار. اي حاجه في المستوى الاخير اسمها ورك باكج. يعني مثلا طب الكلام دلوقتي هل الصوت طبعا فعلا؟ صوت تمام، ناس كتير بتقول صوت تمام. كله بيقول صوت كتير قوي، بيقول صوت، وناس بتقول قطع شويه قطع شويه. والناس بتقول صوت رائع اليوم، يعني معلش الناس تعبت معانا الثلاث محاضرات اللي فاتت. ان شاء الله ربنا ييسر الامور. طب الناس اللي عندها مشكله في الصوت راجع تاني نفسها. طالما ان كتير قوي من الناس بتقول كده. المهندس احمد لطفي في الدعم فني، ودي مشاكل فرديه راجعه لسرعه النت. ماشي يا محمد. فاحنا عندنا نقول ايه الورك باكج هنا؟ اعمال النجاره ورك باكج، واعمال التسليح ورك باكج، واعمال البناء ورك باكج. ليه؟ ان ما عملتش حاجه تحتها. هنا اساسات وبناء، ما عملتش حاجه ايه؟ تحتها، يبقى دي اسمها ورك باكج. طيب عندك الاعمال الكهرباء هنا دي اسمها ورك باكج، ودي اسمها ورك باكج. طب ليه احنا مسمينه الليفل الاخير؟ لان الليفل الاخير ده هنحتاجه لما ناخد لما نعمل الطيب. هنقسم منه نخلي نعمل حاجه اسمها اكتيفيتي انشطه. يبقى كده عرفنا الورك بريك داون ستراكشر، مهم جدا للمشروع. بنكسر الديليفربلز اللي موجوده في السكوب ستيتمنت. تمام؟ ليه ديليفربلز اصغر منها نقدر نديرها؟ تمام؟ وبيتم خلاله من خلال التيم التواصل مع التيم مع في مع ال WBS او ال Work Breakdown Structure. طيب تعالوا بقى نناقش ال WBS. هنقول تاني، احنا واحنا بنشرح هنقول تاني. الورك بريك داون ستراكشر اللي هو اللي عندنا كأول انبوت. في حاجة اسمها دبليو بي اس ديكشنري. طب عرفنا الدبليو بي اس، قلنا الورك بريك داون ستراكشر اللي هو عندنا الميجر ديليفربلز، الديليفربلز الكبيرة، التسليمات الكبيرة بتاعت المشروع بتاعي. تمام؟ ببدأ أكسرها لتقسيمات صغيرة. في كتاب ريتا بيقول ان منفع ان بعد ما وصلها لغايه الدور الثالث او ثالث حاجه، لا عندنا هنا في المنصه بيقول هل الورك باكج في الاكتيفيتيز في البريمافيرا هو الاكتيفيتيز؟ لا، في عندنا في بي ام بي بنكسر الورك باكج لمجموعه من الاكتيفيتيز. هنضرب امثله بتاعت هذه الاكتيفيتيز، ايه هو الورك باكج وايه هو الاكتيفيتيز. طيب عندنا هنا دبليو بي اس ورك بريك داون ستراكشر، بدانا نكسر الاجزاء الكبيره لاجزاء صغيره نعرف نديرها. تمام؟ طيب
الاعمال الاساسات مثلا ولا اعمال البناء؟ في حاجه منها قاموس اسمه دبليو بي اس ديكشنري. طب ايه فايده القاموس ده؟ فايده القاموس ده ان هو بيبقى هو المواصفات بتاعتي، او هو ازاي انا بعمل التوصيف للورك بريك داون، للورك بريك داون ستراكشر، او توصيف للديليفرابل نفسه. ده انا بقى بقعد اوصف الورك باكجز او اوصف الورك الديليفرابلز بالدبليو بي اس ديكشنري. مثلا بتكلم على اعمال الاساسات، بكتب بقى الاتريبيوتس كلها، الصفات كلها والسمات كلها اللي انا هعمل بيها الشغل ده. فانا زي قاموس للشغل. كلمه واحد مش فاهم يعني ايه اعمال اساسات، ببدا ان انا اشرح له ان احنا بنعمل كذا وكذا 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 خلال ايه؟ الورك باكج دي. طيب اول ما انا كونت الورك بريك داون ستراكشر والورك بريك داون ستراكشر ديكشنري، تمام؟ يبقى انا عملت حاجه اسمها السكوب بيز لاين. ايه السكوب بيز لاين؟ يعني خط اساس النطاق. يعني عملت للسكوب بتاعي، خلاص ظبطت خطه السكوب بتاعي بثلاث حاجات مع بعض. السكوب بيز لاين بيساوي ثلاث حاجات. اول حاجه السكوب ستيتمنت اللي طلعتها قبل كده، ولما احط عليها الورك بريك داون ستراكشر والورك بريك داون ستراكشر ديكشنري، يبقى انا كده عملت السكوب بيز لاين. بقى عندي خط اعرف اقارن عليه، خط عمل بعرف اقارن عليه، سكوب بيز لاين. ساعتها ساعة ما بيتضح عندي السكوب بيز لاين، بروح اخد ابروفد من السكوب ده. طب يبقى عندي ابروفد سكوب بيز لاين. تمام يا استاذ محمد بدوي؟ الدبليو بي اس والدبليو بي اس ديكشنري زائد السكوب ستيتمنت، يعني في الاخر اسمه سكوب بيز لاين. بروح اخد عليه ابروفد. يا ترى هاخده منين؟ طب عايز كده اجابات كده، هناخد الابروفد منين؟ يا ريت نشوف اجاباتها، كنت اكتبوها كده على الشات. اللي قال مدير المشروع، وقال من ستيك هولدر، واللي قال من المالك، واللي قال من سبونسر، ستيك هولدر، اونر، استشاري، تمام. وناس كتير قالت طيب، وناس اختلفت. لا انا هنا باخد من السبونسر، ناس كتير قالت سبونسر، ده كلام صح. انا بالنسبه لي، انا بالنسبه لي السكوب ده بتكلم معاه رئيس شركتي، ممول المشروع. فبقول له يا باشمهندس يا ممول المشروع، هو ده السكوب بيز لاين بتاعي. يا باشمهندس يا ممول المشروع، ده السكوب بيز لاين اللي انت هتشتغل عليه. يجي يقول لي بقى نعدل، نعمل ايه؟ ده بقى الكلام مع مين؟ مع السبونسر. يبقى بقى باخد ابروفد منين؟ السبونسر، لانه هو اللي هيدفع. اللي الاستاذ كمال بيقول لي مين اللي هيدفع؟ ما حضرتك اللي هيدفع عشان اشغل شغلي السبونسر. بعد ما هخلص شغلي هياخد الفلوس منين؟ من الكاستمر. السبونسر عامل عقد مع الكاستمر او مع الاونر، تمام؟ فهو نفسه هيدفع الشغل اللي هيتعمل، وبعد كده يتسلم. اعتمد من اللي هيدفع السبونسر، تمام كده؟ يبقى عشان بس هيبقى في خلط، الاستشاري هيبقى هينوب عن المالك، اي اسعار تكلفه، تمام. وهو السبونسر هو اللي الامر ده كله فيه. طيب ويحصل ايه؟ برضه الدوكيومنت ايه؟ هيحصل له ابديت. نكمل. واحنا بنعمل كرييت، باشمهندس خالد بيقول مش الملك اللي بيدفع. الملك يا باشمهندس خالد عمل دلوقتي عقد بينه وبين السبونسر، تمام؟ او بينه وبين الشركه. الشركه دي كنا شرحناها في اول محاضره، الشركه دي لها واحد راعي او ممول للمشروع. الممول عمل مع مدير المشروع برور تشارتر ان هو يعمل مشروع بالمواصفات دي. اذا الكاستمر كده بره. طول ما انا ماشي تحت البرور تشارتر، هو الكلام ما بين السبونسر وما بين البروجكت مانجر. فلما يجي يعمل السكوب يروح يوريه مين؟ السبونسر. ميني اونرز وان سبونسر. تمام يا فندم، تمام. طيب هو مش الملك اللي بيدفع، لان احنا بنتكلم دلوقتي احنا جوه مشروع برضه حاله معينه، برضه عشان الامور بتتغير في هذا الامر. طيب ورك باكج قلنا ان اخر ليفل من الورك بيك داون ستراكشر،
من مواز بلاي بيقول حسب موقع. طبعا الكلام هيتغير لان احنا اتكلمنا عن حاله بدأناها من الاول وقلنا الحاله ايه، فاحنا ماشيين معاها بنفس ايه الكلام. ولو دي ماي سالك هيسالك انك تاخد ابروف دي منين، ترد عليه من السبونسر مش من ايه، مش الملك. الملك ياخد المشروع في النهايه جاهز. الله ينور حضرتك، ما شاء الله صح. طيب عندنا الليفل الاخير من الورك باكج، تمام، اللي احنا بعد كده هنجدوله وهنعمل كوست استيميت ليه وهنتحكم فيه، اللي هو الورك باكج. فعشان كده اخر حاجه، اخر ليفل موجود عندي اللي هو اسمه ايه؟ الورك باكج، اللي هو حزمه العمل. في قانون في الداتا بيس اسمه ال 100% رول، اللي احنا اتكلمنا عنه، ان الورك اللي موجود في الليفل الاعلى بيساوي كل مجموع كل الاجزاء اللي في الليفل الاقل. لو خلصت كل الاجزاء اللي في الليفل الاقل يبقى انا خلصت الليفل الاعلى كامل. قلنا الداتا بيس ديكشنري ده بيديك ديتيلد اكتر وديسكريبشن للفرق وريسبونسر اورجانيزيشن. يعني مثلا في دبليو بي اس معينه واخدها واحد سب كونتراكتور، فبتكتب ان سب كونتراكتور الفلاني هو المسؤول عن الدبليو بي اس. فين؟ في الديكشنري. قلنا هنا الاجريد، اللي انت عملت مع السكوب لاين بيشمل بروجكت سكوب ستيتمنت ودبليو بي اس ودبليو بي اس اي ديكشنري. ده المشروع اللي احنا اتكلمنا عنه وده النموذج اللي موجود عندنا. طيب عندنا ان شاء الله الواجب هما النموذجين سكوب ستيتمنت وورك بريك داون استراكشر. ان شاء الله ناخدهم قبل المحاضره الجايه على الميل اللي انا هقوله في اخر المحاضره. يا ريت حد يكتب الميل بتاعي عشان بقيه الناس تشوف. يعني لو حد عارف حد من اللي بعتوني يكتب الميل بتاعي بحيث الناس اللي عايزه الميل. طب لاي مشروع حضرتك، كل واحد من حضراتكم يعمل لنفسه مشروع. الواجب يا باشمهندس خالد تاني، الواجب النموذجين دول نعملهم كل واحد في مجال عمله عنده مشروع يقدر يعمله. تختار اللي انت عاوزه يا باشمهندس كمان. يبقى اي مشروع انت تقدر تختاره هتمشي معاه لغايه الاخر، كل ورقه هنطبق على المشروع اللي انت بتتكلم عنه من الاول. تمام خلاص. واللي عايز اي معلومه نروح على ايه؟ على الجروب عشان نرجع نركز في المحاضره. معلش هو التفاعل بيبطئنا شويه لكن يعني اكيد في ناس بتستفيد. طيب ده الوقت بقى اللي احنا خلاص عملنا دبليو بي اس، فعايزين نتاكد ان الشغل بتاعنا كم. عايزين نتاكد ان تم تسليم، فهنعمل حاجه اسمها فيريفاي سكوب. فيريفاي سكوب يعني لما الديليفربل تخلص انا كراجل بروجكت مانجر باجي اقول للاستشاري بعد اذنك تعالى يا استشاري استلم مني. ده بيبقى فيريفاي سكوب جزء من مونيتنج اند كنترول زي ما قلنا في اول. لما بخلص بقول للاستشاري تعالى استلم. انا طلعت الديليفربلز يعني انا بعتقد ان هي تمام ماشي، وبقول للراجل الاستشاري اللي تبع المالك تعالى استلم عشان اخد منك المستخلص. ده اسمها فيريفاي سكوب. طب يبقى انا في الفيريفاي سكوب بعمل فورمال اكسبتنس، قبول رسمي للكومبليتد بروجكت ديليفربلز. ده يعني باخد اقرار منه ان الديليفربلز تمام التمام. يبقى دايما فيريفاي سكوب ناخد بالنا من السؤال ده معناه ايكوال فورمال اكسبتنس. ليه؟ للكومبوننت اللي هو بروجكت ديليفرنس. تمام؟ طيب ايه الانبوتس اللي موجوده عشان اعمل فيريفاي سكوب؟ اول حاجه هتبقى السكوب ستيتمنت اللي بنشتغل منها، وعندنا الدوكيومنتيشن ريكويرمنت دوكيومنتيشن، تمام، اللي هي بتاعت طلبات الاحتياجات اللي انا عملتها في المشروع عند كوليكتور ريكويرمنتس. والتريسابيلتي ماتريكس، فاكرين لما عملنا نماذج التريسابيلتي؟ تمام،
لما عملنا نماذج بتاع تتبع الاحتياج، علشان اول ما الاحتياج يتم اجي لباشمهندس احمد اقول له يا باشمهندس احمد تعالى وامضي، ده الاحتياج ده خلص، احنا عملنا تتبع الاحتياج بتاع حضرتك، وعلى فكره احنا بنسلم فيه اهو، ونكتب بقى على الاحتياج. يبقى كده احنا قفلنا الاحتياج ده ريكويرمنت تريسابيلتي ماتريكس، تتبعنا الاحتياج مصمود تتبع الاحتياجات، اول ما الاحتياج عرفنا نتسلم وخلص نيجي نمضي الستيك هولدر نقول له خلي بالك اللي الطلب بتاعك ايه خلص. طب وضع انبوت فاليديتد ديليفرابلز، يعني تسليمه جاهزه، خلصت حاجه هسلمها، انا من ناحيتي بقول ان هي صالحه، تسليمه كامله جاهزه فاليديتد معنى صلاحيه ماشي. طب بعمل ايه؟ انسبكشن. تعالوا نشوف ايه الانسبكشن. الانسبكشن ده نشاط يعني بيشمل حاجات كتير قوي، يعني كلمه هامه تشمل قياسات. في انسبكشن حاجه معينه بقيس سرعه مكنه مثلا، اختبارات تمام، ممكن مراجعه ورق. لذلك الانسبكشن ده بيسمى ريفيوز مراجعه، او برودكت ريفيوز، او اوديت، او ممكن تقع عليه ووك ثرو. يبقى هو الانسبكشن مش لازم بتكون فحص بالمعنى اللي احنا عارفينه، ممكن تكون مراجعه نظر اوديت، لان انا بشوف بعينيا، بعمل تيست تمام. بس اهم حاجه ان انا بتاكد ان الشغل زي ما انا عايزه، العمليه الفنيه دي راجل فني هو اللي بيحددها. يبقى كلمه انسبكشن كلمه عامة ماشي، ليها طرق كتيرة عشان ايه نعمل انسبكشن. طب بيطلع ايه؟ accepted deliverables، تسليمات مقبولة، حاجات مقبولة. طب ده لو ايه؟ لو كان تمام، ما انت ادعيت كمدير مشروع ان الدليفربلز صالحة، بس الراجل جه الاستشاري يستلم منك قال لك لا يا باشمهندس ده في مشكلة في الاستلام، التكييفات فيها مشاكل تمام. يبقى هو لو استلم يبقى ليه يقول الاوتبوت اكسبتد ديليفرابلز. طب لو ما استلمش هيجي يقول لك اعمل لي تشينج ريكوست، طلب تغيير، هو جاي يستلم يقول لك بعد اذنك غير لي تمام. وايه برودكت دوكيومنت ابديتس، خلي بال حضرتك، خلي بال حضرتك، مشكلة كبيرة أوي لو الراجل بعد ما أنت خلصت قال لك غير لي، ضيعنا وقت. تخيل مثلا سلمت أساسات المستشفى وكان في مشكلة في موضوع الأساسات، هيبدأ يشتغل من أول وجديد، تضيع وقت وإهدار مال، مشكلة كبيرة. علشان كده إحنا محتاجين إن إحنا نعمل كنترول على السكوب قبل ما نعمل فيريفاي على السكوب. ليه؟ to avoid حاجه اسمها سكوب كريب، زحف النطاق الشغل، يعني العمل ممكن يزيد او يقل. يبقى حضرتك كبرودكت مانجر محتاج منه تتابعه لغايه ما يعمل الدليفربل، يعني تتابعه من اول يوم، مش تسيبه لغايه ما يعمل الدليفربل وتحقق انت كده اهدرت. يبقى انت بتتابعه مرتين، مره بتعمل كنترول للسكوب وهو بيشتغل وهو شغال، شفته بيعمل حاجه غلط، لا غلط كلامك غلط، السكوب بيقول كذا كذا، بحيث ان انا لما اجي اعمل فيريفاي سكوب تبقى نسبه المشكله قليله نتيجه ان انا عامل كنترول سكوب عليه. اظن مفهوم. طيب نشوف بقى كنترول سكوب ايه الانبوتس اللي هيكون عندنا. اول انبوتس عندنا هتبقى البروجكت مانجمنت بلان، اللي هي خطة إدارة المشروع، اللي منها جزء السكوب مانجمنت بلان، اللي هيكون منها برضه الإيه؟ الكوست مانجمنت بلان. أنا لما بتكلم في السكوب لازم أرجع الكوست وأرجع السكادول تايم بتاعي تمام؟ يبقى عندي هيكون من الإنبوتس الأولانية. وخلي بالنا كتير قوي من عمليات الكنترول بيكون عندنا البروجكت مانجمنت بلان، خطة إدارة المشروع، وبيكون موجود معاها برضه هي التانية Work Performance Information. نروح نشوف إيه الـ Work Performance Information؟ اللي هي معلومات عن تقدم المشروع، يعني ده الأكشوال.
يبقى عندنا الشغل الاكشوال اللي حصل هو بدأ امتى وهيتقدم ازاي، وايه الديليفربلز اللي احنا نهيناها او هنقرب منها عن طريق ورك بيرفورمانس انفورميشن. ارجع تاني، يبقى الانبوتس عندك بروجكت مانجمنت الخطه، يبقى هنا كحاجه بلاند، وهنا ورك بيرفورمانس انفورميشن اكسكيوتنج تنفيذ، ومعانا كمان الريكويرمنتس دوكيمنت توصيف الاحتياجات بتاعتنا، والتريسابيلتي ماتريكس برضه هنعرف مين اللي طلب الامر ده، وفي نفس الوقت عندنا الاو بي اي ليسونز ليرند موجوده من مشروعات ايه قديمه. هيحصل ايه؟ فاريانس اناليسيس. نشوف مع بعض ايه الفاريانس اناليسيس ده. الفاريانس اناليسيس عباره عن قياسات احنا بنعمل، بنبص على البروجكت مانجمنت بلان، ونبص على الاكسكيوشن اللي هو الورك بيرفورمانس انفورميشن، لان في فاريانس. نبدا في التحليل، نحلل هل الفاريانس ده ايه الكوزز بتاعته؟ ايه الاسباب بتاعت الفاريانس؟ ايه اللي حصل وخلى في فاريانس ما بين البلاننج وما بين الاكشوال او الاكسكيوتنج؟ تمام؟ طيب، وفي نفس الوقت طب بعد ما احلل ليه انا احلل الاسباب؟ علشان اقدر اوقفها، عشان اقدر اعرف ايه السبب في المشكله ان في فاريانس. انا في فاريانس بعمل تحليل للامر عشان اشوف ايه المشكله. هل المشكله في الخطه ما كانش فيها تقدير؟ وناخد يعني ناخد في بالنا دايما ان لما يكون الفاريانس كبير ده معناه ان الراجل ما حطش ريسك كتير، هو بيعمل سكوب ما بصش على الريسك. يعني حضرتك مثلا، انا مسافر من هنا للقاهره، خدتها في ساعه قبل كده او ساعه وربع، ففي واحد من حضراتكم قال لي انا هنتظرك في مدينه نصر، هنتظرك الساعه كام؟ غير الساعه 6 مثلا. رحت انا قايل له ايه؟ يا باشمهندس انتظرني سبعة وربع اكون عندك في مدينه نصر. عملتها مثلا مره في ظروف الطريق كان فاضي. المهم اول ما بدات الطريق انا مش بقدر الريسك الموجوده، الطريق كان زحمه، مدخل مصر كان زحمه، وصلت له الساعه 10 بالليل وهو منتظرني 7:30. يا ده الفارينس كبير. طب ايه المشكله؟ انا في ريسكس كتيره ما حطيتهاش. فانا ابدا في تحليل ايه الحاجات اللي عطلتني وخلت في فارينس كتير. طب ده يتطلب مني ايه؟ ان انا اقرر هعمل كوركتيف اكشن او بريفنتيف اكشن. كوركتيف يعني وضع غلط بصححه، بريفنتيف يعني بعمل ابراء عشان ما يبقاش فيه حاجه غلط قدام، يعني بمنع وقوع ايه؟ الخطا. طيب يبقى عندنا الفاريانس، عملنا تحليل للفاريانس، طلع عندنا ورك بيرفورمانس ميجرمنتس، قياسات لورك بيرفورمانس، وحصل ابديتس للاو بي اي لاصول العمليه التنظيميه، وحصل تشينج ريكوست، وحصل ابديت للبروجكت مانجمنت بلان، وحصل ابديت للبروجكت دوكيومنت ابديتس. تعالوا نتعرف على الاوتبوتس دي واحده واحده. نبدا اول حاجه الورك بيرفورمانس ميجرمنت، ان احنا الميجرمنت احنا اللي احنا اشتملت هيطلع عندنا قياسات للاكشوال ومقارنه بمخططه. القياسات دي اسمها ورك بيرفورمانس ميجرمنت. كان انا عندنا معلومات لما بدانا نحلل الفارينس اللي بينهم فطلع عندنا قياسات، القياسات دي هنبقى ناخدها في الكوست وهناخدها كمان في التايم، ان انا بعمل معاملات معينه اعرف نسبه انجازي قد ايه، البلاند بالنسبه للاكشوال قد ايه، فدي اسمها قياسات للورك بيرفورمانس. مين نسبه انجاز العمل؟ كان المفروض امد كابلات كذا، مديت 80% من الكابلات، يبقى نسبة انجازي 80%. 80% دي اسمها ورك بيرفورمانس ميجرمنت. طب حصل ابديتس ليه؟ للاو بي اي. الابديتس دي بسبب الكوزس اوف فاينس، في كوركتيف اكشن حصلت خلتني اعمل ايه؟ ابديتس.
اي ليسنز ليرند، اي دروس مستفاده من الكنترول، تعمل ابديتس على الاو بي اي اورجانيزيشنال بروسيس اسيتس. طبعا احنا لو احنا بنتابع لقينا حاجه غلط هنعمل ايه؟ نوقف ونبدا نعمل طلب تغيير. طبعا طلبات التغيير نهتم قوي ان بعد ما نعمل طلب التغيير ويتوافق عليه، تمام، ويتوافق على طلب التغيير، ناخد بالنا من حاجه. اول حاجه بنقدم التغيير لمين؟ لمدير المشروع. طلب التغيير نقدمه لمدير المشروع، يبدا مدير المشروع يعمل اسيست، يعمل تقييم ايفالويشن، تمام، ويبدا يحط اوبشنز، اختيارات للتغيير او عدم التغيير. وبعد كده لو الامر بيأثر على الكوست او على التايم يرفعوا لحاجه اسمها سي سي بي، تشينج كنترول بورد، زي مجلس اداره كده، مجلس اداره التغيير. مجلس الاداره ده هو اللي يقرر، وهيكون طبعا منه سبونسر، تمام، اذا كان يعتمد التغيير ولا ما يعتمدوش. طب اعتمد التغيير، ارجع بسرعه انا وارجع للسكوب لاين واعدله. دي مهمه جدا ان انا بعد ما غيرت ارجع للسكوب البلاننج بتاعي، سكوب بيز لاين، وارجع ايه؟ اغير. طبعا بيقول ان تشينج ريكوست بيشمل البريفنتيف او الكوركتيف اكشن او ديفكت ريبيرز، حاجه اتعملت بايظه بقول لها هد ونشتغل من اول وجديد. تمام، حتى ابديت تحديث للبروجكت مانجمنت بلان في سكوب بيز لاين اللي هو يكون ال دبليو بي اس او ستيتمنت او ال دبليو بي اس ديكشنري، ممكن يحصل فيهم اي تعديل، اغير اي تغيير فيحصل سكوب بيز لاين نفسه يحصل تعديل، وده تعديل للبروجكت مانجمنت بلان. بروجكت دوكيومنت ممكن يحصل ابديت ريكوايرمنت معين اكتشفت ان هو محتاج اغيره، لما لقيت الفارينس موجود بدات ان انا اعمل ايه؟ ريكوايرمنت دوكيومنتيشن، اذا نغيره، والتريسابيلتي ماتريكس نبدا ايه؟ احنا نغير. تمام كده؟ طيب نبدا بقى بالاسئله، وان شاء الله نخليها يا رب بس تطلع الراي يكون شغال عشان واضح ان في مشكله. طب نشوف الاول الاسئله ونشوف ردود حضراتكم ايه عليها. بيقول لك you are a project manager of a large project and you are identifying some alternative techniques to generate different approaches to execute and perform the work of a project. You are doing it as a part of collect requirements ولا control scope ولا verify scope ولا define scope. طبعا كتير من الناس بتقول ان هي ايه؟ دي. طيب تمام تمام نخش على السؤال الثاني. طيب خلاص تمام مش فاضيين، الله ينور عليكم. السؤال الثاني: One stakeholder has asked you to add to the scope of the project. صد حلو. The project is under budget and a little ahead of schedule. بيقول لك ان واحد من الستيك هولدر طلب منك انك انت تضيف سكوب للبروجكت. البروجكت حالته صعبه، يعني قبل ما يطلب الطلب ده انت تعمل ايه بقى؟ ابروف ذا تشينج، تعمل ابروف للتشينج، ولا تحدد الافكت بتاع تشينج اون ذا بروجكت، ولا تسال سبونسر فور ابروفال تو ميك ذا تشينج، ولا ريفيوز ذا ريكوست. شوف بقى الحلول اخبار هاي. اصل سبونسر في طيب نفكر بقى في السؤال مع بعض. هو على فكره كتير قوي قالوا ايه؟ دي. في ناس كتير قالت دي. بص يا باشمهندس، بالنسبه لحضرتك هو طلب ان هو يضيف ريسكو، بيقول لك ان في مشكله. طيب يمكن الطلب ده يحل المشكله، يبقى ريفيوز ذا ريكوست كلام غلط، ما ينفعش. يمكن الطلب هو اللي يحل المشكله، انت تعرف منين ان طلبه ده هيزود مشكله ولا مش هيزود. تمام كده في السؤال هنا ما قالكش ان الراجل مرتب في التغيير. تشينج ريكوست بعدها على طول بيحصل ايه؟ ايفالويشن او تحديد
اللي هو الإجابة رقم إيه؟ بي. قبل يا اخوانا مدير المشروع هو راجل بيعمل تحليل، يبقى أول خطوة بياخدها تحليل، بيحدد الإفكتس بتاع تشينج أون ذا بروجكت. يبقى هو زي ما بيجيله أول ما بيجيله التشينج ريكوست أو واحد عايز يضيف في السكوب، ببدأ إن أنا أشوف. يبقى الرقم أول حاجة إن هو يعمل إيه؟ ايفالويشن. ايفالويشن بيتكتب بأي طريقة بقى، تحديد الإفكتس بتاع تشينج، تمام؟ تمام؟ يبقى هو الإجابة دي غلط، إن هو يرفض، إن أنا مش عارف سبب الرفض إيه، تمام؟ وإن هو يعمل أبروف، لا ده قصد ده ممكن يكون هيأثر، أنا لسه ما أعرفش. يسأل السبونسر فور أبروفال، لا هو لازم يفكر قبل ما يسأل السبونسر. يفكر قبل ما يطلع ليه؟ طب يعني الار ان هو لابد ان هو ايه؟ يفكر قبل، يبقى مدير المشروع الخطوه الاولى له انه يفكر. طبعا في ناس كتير قالت ده. لا يبقى معلش انا اقطعت في حته، لان البروجكت اندر بادجت ده حاله كويسه مش حاجه وحشه. احنا معلش انا ما خدتش بالي يعني. اوفر بادجت يعني هو معدي الميزانيه. تعالوا نشوف رقم ثلاثة. Verify scope can be best described as the process of verifying that the project quality requirements have been met while obtaining stakeholders' formal acceptance of the project deliverables while controlling change to the scope of the project while verifying that all of the project objectives have been met. مهندس مصطفى، مهندس شريف عاصم، مهندس عامر فوزي، كل دول بيقولوا بي، بس في ناس بتقول دي، ناس بتقول سي. تمام. ففكرتكم بكلمة دايما لما جيت شرحت الفيريفاي سكوب. معلش احنا عندنا اسئلة وانت تكون لسه الامور مختلطة عندك. في الفيريفاي سكوب بس احنا بنثبت برضو بعض الافكار. فيريفاي سكوب دايما بتساوي فورمال اكسبتنس اوف ذا بروجكت ديليفربلز. طيب ليه دي مش غلط؟ دي غلط ان انا اتكلم على بروجكت كواليتي ريكويرمنتس هاف مين ميت. خلي بالك حضرتك دي صح مش غلط، لكن انا بتكلم على كده الادق ان انا بستلم البروجكت ديليفربلز او فورمال اكسبتنس للايه؟ للديليفربلز بتاعت الايه؟ البروجكت دي. مثلا بيقول لك ان اول، مين قال ان اول؟ لا مش لازم تكون اول، لو ديليفر واحده خلصت يبقى انا اعمل عليها فيريفاي سكور. يبقى هي ايه؟ بي هي الاجابه الصحيحه. يا باشمهندس اندر بادجت يعني انت اقل من ميزانيه، يعني ماشي كويس. هي دي اقصد بها حاجه وحشه، حاجه كويسه يعني. يعني معناها انت المفروض تصرف 100,000 انت صارف 90,000، يبقى انت كده ماشي كويس. انا اخطات ساعه ما كنت بقولها ما خدتش بالي. طيب during the planning phase of your project your project team members has discovered another way to complete a portion of the project scope. The method is safer for the project team but may cost more for the customer. This is an example of alternative identification ولا risk assessment ولا alternative selection ولا product analysis. تمام. هنا بنقول ايه؟ ثلاثة؟ احنا النهارده ما خدناش حاجه اسمها التراك ده على فكره، الاثنين دول ما خدناهمش النهارده. تمام؟ بس هي مش الموضوع، ما خدناهمش او خدناهم. ما تفكرش دايما في الاجابه الصعبه. هنا بيقول ايه؟ بيقول لك البروجكت تيم ممبر اكتشف طريقه ثانيه لاكمال المشروع. الطريقه دي بتوفر على البروجكت تيم. بتوفر على البروجكت يعني امان اكتر للبروجكت تيم لكن تكاليفها اكتر. يبقى انا بعدد ان في طريقتين الترنتيف ايدنتيفيكيشن
مش الترنتيف سيلكشن، لان انا ما اخترتش لسه. فانا بعرف ان العمل ده ممكن يتعمله بكام؟ بطريقتين. تمام؟ بعرف الطريقتين، في طريقه اكثر امانا واكثر تكلفه، وفي طريقه اقل امانا لكن في نفس الاقل ايه؟ تكلفه. فدي التولز اللي احنا استعملناها في السكوب ستيتمنت الترنتيف ايدنتيفيكيشن. نشوف السؤال الخامس. A work breakdown instruction numbering system should allow project staff to identify the level at which individual WBS elements are found, identify configuration management milestones, estimate the cost of WBS elements, provide project justification. تمام، كله يعني ماشي ماشي تمام. الله ينور. لا اللي قال ثلاثة انا هنشوف هو قال ثلاثة ليه. طيب بيقول لك ان نظام النمبرنج سيستم اللي كنا اتكلمنا عنه طيب نظام النمبرنج سيستم اللي كنا اتكلمنا عنه قلنا ان هو بيسهل على البروجكت ستاف ان هم يعرفوا الليفل بتاع ال دبليو بي اس هو موجود فين، عشان انت عندك حاجات كتيره تقدر تعرف شغلك اللي تتكلم عنه فين، فهو ايه صح. طيب ليه في مش صح؟ عشان يعرف الكوست ملوش دعوه. علاقة النمبرنج سيستم بتعريف الكوست، استيميت الكوست. الاستيميت الكوست اللي احنا كنا اتكلمنا عنها في الورك باكج اللي تكون موجودة في يعني في اخر ليفل، ان بعد كده هقدر اخد منها الكوست، اللي بعد كده هقدر اخد منها السكادول. ليه مش بي؟ ان انا بعرف بيها الكونفجريشن مانجمنت مايل ستون. مايل ستون تايم، احنا اتكلمنا التايم، تايم التغيير، احنا اتكلمنا في اي تايم؟ ال WBS ده تايم سكوب ملوش دعوه بالتايم، هو بياخد اعتبار انا ما فيش سي دي عندي. تمام ماشي، لو في حاجه هخرجها. لا لا ما فيش حاجه، هو البروسيس نفسه كل شويه بس معلش. يبقى عندك هنا الاستميت زي كونست اوف WBS مش تمام، ولا ايدنتيفاي configuration management milestones احنا ما كناش في طيب خالص. بروفايد بروجكت جاستيفيكيشن ده ظبط المشروع؟ لا طبعا. النمبر سيستم هو اللي انا بعرف منه الليفل اللي انا اقدر عايز اتكلم عنه. سته بقى، an example of scope verification is reviewing the performance of an installed software module ولا managing changes to the project schedule ولا decomposing the WBS to a work package level while performing a benefit cost analysis to determine if we should proceed with the project. الإجابة إيه؟ إيه ولا دي ولا سي؟ في لا لا، المرة دي في لا لا. بس أهو فيها. طيب في اختلاف شويه، تعال نشوف اختيارات الناس. ناس كتير اختارت سي، نشوف اختارت سي ليه، وفي ناس اختارت بي كمان، فاحنا هنبص على كل الاختيارات. انا عايز مثال للسكوب فيريفيكيشن اللي هو فيريفاي سكوب. ما انا صعب بقول مش عارف. ما هي دي طبيعه اسئله البي ام بي، ان احنا بنبقى مش عارفين ولكن بنحاول نحلل من خلال فهمنا مذاكرتنا الكتيره. خلي بالك حضرتك لو جيت لك اسئله ممكن تيجي في امتحان، فانت النهارده لسه اول مره، لكن انا بضرب حضرتك من اول مره، حضرتك بالتمرين الكتير ممكن تلاقي سؤال زي ده في الامتحان تلاقي نفسك حليته كتير قبل كده. فاحنا الكلام بتاع النهارده بنحط اسئله يمكن الاول بقى هتبقى امامك بقى تقيل او صعب، لكن بعد كده لما هتذاكر هتعرف. خدت الفكره دي، كل فكره بتاخدها بتقدر تعرف يعني بتطور عندك ملكه التفكير، وبتعرف هم جماعه بي ام اي بيفكروا ازاي. السكوب فيريفيكيشن، نشوف الاجابه الحقيقه ايه؟
طب نشوف هي ليه مش بي ولا سي ولا دي. فيريفاي سكوب يعني معناها تسليمه خلصت، انا بتحقق انها خلصت. طيب مانجنج تشينجز اللي جاب التغييرات للسكادول، احنا ما بنتكلمش على سكادول خالص. يبقى اول حاجه البي ده دي مستبعده. بكسر الدبليو اس الورك باكج ليفل، دي اسمها فيريفاي سكوب. الفيريفاي سكوب في مرحله المونيتنج اند كنترولنج، والكلام ده في مرحله البلاننج، يبقى ده عمره ما هيساوي السي. تمام؟ يبقى البي كلام سكادول، انا ماليش دعوه بالسكادول لسه. السي عشان برضه نعرف طريقه الاتباعات بستبعد الحاجات ازاي. السي بكسر الدبليو اس ده خلال البلاننج، وانا بتكلم في ليه مونيتنج اند كنترول. بالفورم اناليسز لتحديد ان احنا نقدر بروسيد وذ ذا بروجكت، اعتقد ده الاناليسز ده مع الكوست ملوش علاقه، بنتكلم على سكوب ماليش دعوه ايه بالكوست. السكوب فيريفيكيشن يعني بعمل فيريفاي سكوب، يعني براجع البرفورمانس بتاع سوفت وير عشان استلمه او عشان اسلمه. ديليفربل خلص حاول ينافس، يبقى ده مثال. طب نخش على السؤال اللي بعده. فاليديتد deliverables is an input to which of the following. افتكر كده مع بعض ال validated deliverables. تمام، شوف المعلومة بتتكرر. تمام كده اللي كله اجماع على، احنا كده خدنا اجماع في السؤال ده الحمد لله 4 منهم. تمام الله ينور. يبقى هو 4 اللي هو الفيريفاي سكوب، مش محتاج نشرحها للناس كلها فاهمها بفضل الله. نخش على السؤال اللي بعده. سؤال حلو. The work breakdown structure is created by، بيتعمل بواسطه مين؟ التيم ولا البروجكت مانجر ولا المانجمنت ولا السبونسر؟ انا قلتها الحمد لله الناس صح. حتى اللي انا غلط هيغلط. هو ما بين اختيارين، واضح ان هو بين، وفعلا هو ما فيش اختيارين اللي هم قريبين من هذا الامر. والاختيار الثاني داخل جوه الاولاني. طيب في ناس بتقول سي، لا بعيد شويه. طيب خلاص كده. الورك بريكداون بيتعامل بواسطه مين؟ البروجكت مانجر ما عندوش الخبره انه يقدر يعمل انه يبدا بالورك بريكداون ستراكشر. بيبقى واحد مثلا هيحسب A باي ليدنج اوف B، بس انا عايز ايه؟ اجابه واحده، الاجابه الواحده اللي هي التيم كله. التيم كله بيشترك في وضعها. في تقسيمه الكهرباء هيروح بتاع يشتغل مع الناس اللي بتوعها. تمام؟ يبقى اذا التيم لو منه بلانر، ما انصح ما يقول لي بلانر، تمام؟ يبقى التيم هو اللي بيعمله مش البروجكت مانجر. البروجكت مانجر بيشارك فيه كجزء من ايه؟ من التيم. يبقى الورك بريكداون ستراكشر كريتد باي ذا تيم، دي الاجابه الصحيحه. السؤال التاسع اعتقد الاخير. Over the last few weeks the team has made three changes. التيم فريق عمل ثلاث اختلافات على الاكتيفيتيز بتاعت البروجكت. البروجكت مانجر ماست بي موست كيرفول تو، في حصل ثلاث تغييرات. هل اول حاجه اللي هو ريكورد اول ذا تشينجز، يسجل التغييرات، خلي بالكم الاجابات الاربعه صح. ثاني حاجه بروفايد ديكومنتيشن اون ذا اون اول ذا تشينجز تو ذا سبونسر، ولا ميك شور ذا تشينجز ار ريفليكتد ان ذا بروجكت سكوب ديزلاين، ولا بريفنت مور تشينجز فروم كيور. يمنع بقى تغييرات كتير، عمل ثلاث تغييرات يزود عليهم تغييرات كتير في الدي، يشوف كده. بص كده على فكره دي انا قلتها برضه. طيب تنوعت ما بين اي وبي وسي ودي، لكن الاكثر هي سي وهي الاجابه الصحيحه. ودي خلي بال حضرتك دي اسئله المواقف اللي بقول لحضرتك بتيجي كتير في الامتحان. في الاسابيع الاخيره حصل ثلاث تغييرات على البروجكت، تغييرات يعني تمت
مش تغيير، مش طلب تغيير، لا ده حصل تغيير على الاكتيفيتيز. تمام؟ ان انا اهم حاجه اكتب التشينجز، اهم حاجه اكون حاضر منها، لا ده لازم اكتب التشينجز. بس اعمل ايه؟ اتاكد ان الخطه، مش احنا خدنا البروجريسيف الابوريشن وخدنا ان عملت بلاننج اتريشن، انا كل شويه بعد ما بيحصل مونيتورنج برجع تاني اعيد التخطيط تاني. تمام؟ يبقى هنا ميك شور ذا تشينجز محطوطه في السكوب بيز لاين. اي اي حاجه اتغيرت لازم ترجع للسكوب بيز لاين. ما هو مش معقول حضرتك تمام وعملت تشينجز وانا لسه شغال على السكوب القديم. تمام؟ يبقى دي الاجابه الصحيحه. لكل دول تشينجز ده شيء طبيعي. ما هي اجابه صح. لكن الاهم منها اللي هو ده. بروفايد دوكيومنتيشن اون اول ذا تشينجز تو ذا سبونسر. هتغير؟ ما انت شطر على ما تغير السكوب بيز لاين السبونسر هيعرف. يعني مش اهم حاجه. البريفنت مور تشينجز، خلي بالنا ان احنا شيء طبيعي ان احنا مش عايزين تشينجز، لكن احنا بنضطر الى التغييرات. يعني احنا مش اصلا الطبيعي ان انا يا ريت ان انا ما اعملش تشينجز، بس انا ساعه ما بعمل مونيتور اند كنترول تحصل يبقى في مشكله، فبضطر ان انا اعمل تشينجز في السكوب او في الطريق. تمام كده؟ اعتقد ان الامر انتهى. واسمع اقرا كده اسئله حضراتكم، واتمنى ان شاء الله انكم حضراتكم تكونوا استفدتوا النهارده، وان ربنا سبحانه وتعالى يعني يوفقنا كده ان احنا ننهي الكورس على خير ان شاء الله. جزاكم الله كل خير. اي حد عنده سؤال احنا مع حضرتك. الواجب بس ما نتكلمش، ما ننساش الواجب، نبعته على الميل. لما انا استلم مشروع متحدده مدته، ايه فايده الكوست اند استيميشن؟ متحدده ايه؟ مدته؟ مش يعني حضرتك بتتكلم عن مده سكادول. لما المشروع متحدد بالمده، يا ريت يا باشمهندس محمد يعني وضح لي شويه، يعني عايز اعرف السؤال توضيحا اكثر، وانا ان شاء الله هعمرها الاسئله كلها. نطلع فوق برضه اشوف الحاجات القديمه لنا اثناء المحاضره. الباشمهندس اشرف كان سأل سؤال يعني بدري، هل مرحله التجهيز في المشروع من تقسيمات المشروع ولا الاعمال المنتجه؟ لا، من تقسيمات المشروع. مرحله التجهيز انا بحطها، مش احنا عندنا حضرتك حاجه اسمها البرودكت سكوب اللي هو المنتج اللي كان عليه، والبروجكت سكوب. فمن مين البروجكت، من السكوب بتاع البروجكت انا بحط مرحله التجهيز. اظن يعني اتمنى يكون الاجابه واضحه. الحمد لله الصوت واضح. انا متاسف على اي مشكله كانت قديمه. احنا نكتفي بجزء الشرح ولا نحب نضيف جزء اسئله؟ لا نضيف جزء الاسئله، مفيش مشكله. لا يستفيدوا، لا يبقى كل ينزل كامل ان شاء الله. باشمهندس محمد حافظ يسالني في التسجيل، الواجب ايه؟ الواجب الاثنين النموذجين بتوع الريكويرمنتس، لا بتوع السكوب ستيتمنت والورك بريك داون انستراكشن، ننفذهم على المشروع اللي احنا بدأناه، او اذا كانش ما عملتش الامر ده تمام تبدأ فيه من المره دي. باشمهندس عوض مات خالد من تونس بيقول، من يحدد زمن انجاز العمل؟ مين بيحدد زمن انجاز العمل؟ بتتكلم على زمن اجمالي ولا زمن تفصيلي؟ اللي بيحدد ورق ناس عندها خبره بهذا الامر. انا ببص على مشاريع قديمه وبعرف زمن انجاز. اذا كنت بتكلم في البروجكت شابتر في الاول بتكلم على حاجه كبيره، فانا بقول مثلا المشروع ده تقريبا بيتعمل في 7 شهور، فابدا ان اكتبه بواسطه خبراء. اللي بيحدد زمن العمل انجاز العمل لما يكون عمل صغير يحدده اللي بيشتغله. يعني حضرتك مهندس ميكانيكا بيعرف ان هو يركب ترومبه مثلا
ترومبه معينه يركبها، يركبها في زمن قد ايه؟ مرحله تجهيز ومرحله انه يركب ومرحله انه يعمل الاختبارات. اذا اللي بنساله، لذلك عندنا تولز مهمه اسمها سبيد جادجمنت. تمام؟ إذا الطلبات طلعت أوت أوف سكوب، إيه الإجراء المتخذ مع العميل؟ يعني أنت جيت تسلمه الشغل مرضاش؟ أنا عايز أفهم يعني السؤال، إذا الطلبات طلعت أوت أوف سكوب، أه يعني قصد حضرتك جه العميل مثلا وطلب منك سكوب، سكوب أكتر من العقد، طيب يدفع فلوس الزيادة. او نغير تاني الكلام بتاعنا بعد السكوب. احنا كده حد بيتكلم على العميل، العميل هنا بالنسبه لنا هيكون بالنسبه لنا الاونر. لو حد تاني، لو واحد تاني اتكلم عن اوت اوف سكوب، ببدا ان انا ادرسه، وهل يمكن ينزل ولا ما ينزلش. يبقى اول حاجه اعمل دراسه ايفالويشن، وبعد ما اعمل ايفالويشن وببدا اشوف الاوبشنز، هو اللي عندي السي سي بي او كنترول تشيك التشنج كنترول بورد. تمام؟ زي مجلس اداره الشركه كده بتاع التغييرات، تعتمد اذا كان يعمل ابروفد للتشنج ريكوست او طلب، او ما يعملش ابروفد او يرفض. تاريخ تسليم ايه يا باشمهندس؟ كنت قصدك على السؤال الاولاني؟ الفرق بين فاسيليتيتد ورك شوبز اند فوكس جروب، فرق واضح جدا. الفوكس جروب بيبقى ناس من مهنه واحده او من وظيفه واحده او من شغل واحد، بيتكلموا في موضوع يعني محتاج خبره كبيره، فبيعملوا تركيز، كلمه فوكس تركيز. اما الفاسيليتيتد ورك شوب بيجمع بين الناس شغلهم مختلف، لكن بينهم زي ربط في الشغل. يعني مثلا ناس بتوع كهرباء، تركيبات كهربيه، وناس بتوع مدني، في شغل مشترك بينهم، فبعمل بينهم ايه؟ ورشه عمل. انما الناس الخبراء بتوع الكهرباء مع بعض بسميهم فوكس جروب. اظن ان شاء الله يكون المعنى وصل. ملف الباوربوينت المحررات نزل على الجروب، او هنا، او هتلاقوها موجوده هنا. حد ينزل رابط الجروب خالص. انا بس ارد على اسئله. انت استلمت في البروجكت شارتر ان احنا نسلم مشروع 9 شهور. What is the role of project PM in cost estimates and time estimation؟ بص يا باشمهندس، يعني ايه ما حضرتك، هو انت حضرتك ممكن ترفض واحد قال لك 9 شهور، قلت له لا التقديم، ما انت حضرتك بتعمل مونيتنج اند كنترولنج على البروجكت شارتر اللي جايه لك. انت مش بتشتغل، انت ما هو هي دي اوثيقه تعيينك وخبرتك كمدير مشروع، انك بتقول ما ينفعش 9 شهور دول. تبدا تقول له لا انا ليا الاستيميشن بتاعي. لكن هو في الغالب بيقدم لك، ده في الطبيعي، لو هو مقدم لك حاجه ما تقدرش تنجزها يقول لا زودني شهرين، انا تقديري ان الامر ده ياخد سنه. تمام؟ بعد كده انا عندي استيميشن الكبير اتقدم لي، انا بشوف رايي، وانا مدير مشروع، انا مش راجل، يعني انا راجل المفروض ان انا فاهم. فاول حاجه بقراها قبل ما امضي، فاي حاجه مش موافق عليها انا مش همضي عليها. انما كونك مرضي على 9 شهور، يبقى انت موافق، يبقى انت عملت استيميتس مع نفسك. تمام؟ ومتاكد او قلت نفسك وقلت ان الاستيميتس بتاعتهم صحيحه، ان هو فعلا ياخد 9 شهور. انا شغال في باشمهندس عبر، انا شغال في شركه كبيره، وحاسس اني مجرد ترس في مكنه كبيره، والان بدات افهم الحمد لله. ما هو ده الاداره، احنا بنحاول نصعد بالمفهوم. حضرتك ان شاء الله يعني، اما يعني حضرتك ان شاء الله ترس، وترس كبير جدا، تبقى ساعتها تقدر تفهم تدير بقيه الدروس ازاي. نعم.
فكره يا باشمهندس محمد، حته ان انا راجع 3 محاضرات صعبه قوي يعني، احنا كده مش هنخلص. حته الناس غابت، ما في محاضرات موجوده على الرابط، يرجعوا يسمعوها تاني. معلش انا اسف يعني، الطلب ده صعب شويه، ان احنا عندنا 20 محاضره واحتمال في العيد هنقعد شويه ونبطل شويه، فاحنا كده هندور بقيه الناس. باشمهندس محمد عبد الوهاب، انا نزلت المحاضره بس انا ما بعرفش اعملها بي اف للاسف، ما بعرفش يعني، انا بنزلها باوربوينت على الجروب. ان شاء الله الساعه 1 بالليل كانت نازله حضرتك، لو الصبح فتحت كنت زمانك على الجروب يا باشمهندس محمد عبد الوهاب. ماشي، انا نزلتها على الجروب الصبح يعني، على 1 بالليل كانت نازله حضرتك، لو فتحت الصبح كنت هتلاقيها، كنت ممكن تراجع وتصبح. الفرق بين بيزنس كيس وفيزابيلتي ستادي اعتقد ان هم واحد، لكن المصطلح اللي انا هذا ما اعتقده الا ما اكون مخطئا يعني، لكن المصطلح اللي مستخدمه بي ام اي هو فيزابيلتي ستادي. لو عند حضرتك حاجه يا دكتور، عندك معلومه ثانيه يا دكتور فراس، ممكن حد يفيدنا بيها مثلا على الجروب. الموجودة على اليوتيوب اللي هي محاضرة، لا لسه المحاضرة دي مش هتنزل دلوقتي، ولو سمحت هو الكورس بالمدني بس. لا طبعا الكورس للناس كلها، بس احنا شارحين مثال واحد. حضرتك ممكن يا باشمهندس محمد انك انت اللي كاتب لي لو سمحت هو الكورس بالمدني بس ولا ايه؟ لا طبعا، لو حضرتك ممكن تطبق كل الحاجات دي على شغلك انت، طالما فهمت البند ده محتاج ايه، وبعت لي ناس اي تي، وتبعت الناس في اي حاجه تمام، في مهن ثانيه غير مدني. فروم اوفيس وي كان ميك ات اون جروب. ماشي، ريت المحافظه تفضل بوينت افضل. اخر مرحله اقف عندها في الدبليو بي اس اللي هي الورك باكج، اللي هي ان الحاجه اللي المفروض ما تتكسرش. طبعا في مدارس في اخر مرحله بقف عندها، في ناس بينزلوا لستة وسبعة ليفل، ناس بتنزل لغاية 3 ليفل بس، وده اللي بنصحه بيه، ولكن ان احنا بنكسر بأكتر من كده يبقى احنا كده بنضيع في وقتنا، وده مكتوب في التمرين ده. لو في حاجه اتنفذت غلط هتحتاج تكسير، هتكون على حساب المقاول طبعا، على حساب المقاول، بس مشكله في وقتك انت، وممكن المقاول ده يكون هيعطل حاجه تانية. تمام، ما هو ده فايده انك تعمل كنترول اللي المفروض يسبق الفيريفاي، لكن انت ما تخلوش يعمل غلط اصلا، ما تخلوش يوصل لايه ان هو يحتاج تكسير. طبعا في بيت في الصوت يعني، مع ان مش ليه مهندسين مدني موجودين المشاريع؟ طبعا المشاريع اللي جابوا عليها شغل المدني شيء منطقي ان هم يكونوا مدير المشاريع. لما هتكون في مشروع كله شغل تركيبات كهربيه هيبقى مدير مهندس الكهرباء الاغلبيه، امر منطقي يعني. مهندس علاء بيقول ايه بيست واي فور ستادينج بي ام بي؟ اعتقد ان احد افضل طريقه انك انت تتابع معانا المحاضرات، تحاول تنفذ من خلال النماذج اللي انا بديها لحضرتك، تبعت معانا تشارك، ده هيدي لك فهم للورقه دي بتعمل ايه. تمام، تطبيق بقى وقراءه بقى كتاب ريتا والكتاب بتاع اللي هو البن بوك، اظن مفهوم مش على سيشن فورنا موجوده، منزلها قبل المحاضره. الفرق بين البريمافيرا والبي ام بي؟ لا طبعا فرق كبير، ان البي ام بي حاجه شامله، والبريمافيرا ده برنامج بننفذ عليه اداره المشروعات يعني، هو تولز موجوده في البي ام بي، ما البي ام بي حاجه شامله كبيره. ان شاء الله محاضره 5 تنزل قبل يوم الاثنين ان شاء الله، زي محاضره 4 نزلت قبل يوم الاثنين، بس يعني هو معلش المشكله الواحد بيقعد يراجع نفسه في الاخر،
اللمسه النهائيه كده بتطول مع شويه، فان شاء الله بالكتير برضه بالليل او الصبح يومها ان شاء الله، بس ان شاء الله نحاول قبلها بالليل ان شاء الله. مهندس سؤال بيقول يعني وضح لنا الاديشنال ريسكس، لما الريسكس دي المخاطر، لما وضع يعني قبل كده في البروجكت شارتك عندنا بنحط الريسكس المخاطر المتوقعه، لما ظهرت لنا بعض المعلومات حطينا ريسكس اضافيه. تمام؟ يعني مقاول معين المقاول هيشتغل فعمله فيه خطوره في نشوب حرايق، فبقى فيه ريسك اسمها ريسك نشوب حرايق، فبقى فيه اديشنال ريسك بكتبها كايه؟ كمخاطر متوقعه. ما هو القياس الامثل للمخاطر؟ الامر تقديري، بس انا مش فاهم يعني ايه السؤال ده، شانس تاني يعني السؤال يكون مفهوم شويه. يعني اصل المخاطر دي كلمه يجي في ايجابي حدث ايجابي وحدث سلبي، في حاجه ممكن حدث ايجابي عايز استغله، حدث سلبي عايز اتجنبه او اقلل منه، وهناخد محاضرتين على الاقل في الريسك. النماذج فين؟ حضرتك تدخل على موقع، تدخل حضرتك على الموقع اللي هو موقع اللي هو فيسبوك، صفحه الفيسبوك بتاع بي ام بي، يا ريت ننزل له الرابط بتاعها بحيث يدخل الباشمهندس اسمه ايه؟ الباشمهندس اللي هو اي ام اس اي 2020. تمام؟ عشان هو اول محاضره ليه، يشوف النماذج وهينزل الايه السيشن كلها محاضره كامله. المفروض الامتحان بيكون بعد كام مهندس حازم من انتهاء الشرح في الظروف العاديه؟ في الظروف العاديه لو انت حابب تذاكر ساعتين او ثلاثه في اليوم، هتخلص كتاب ريتا مرتين، وكتاب بنبوك مرتين، تحل اسئله الريتا كامله 1400 سؤال، ممكن تقعد شهرين، يعني شهرين كويس، شهرين شهر ونص. وطبعا بتختلف الامر يا باشمهندس حازم لو واحد بيطبق غير ما بيطبقش، واحد عنده فكره جديده، عنده انا شفت من العجائب ناس خلصته في اسبوعين وناس، بس ده مش طبيعي، ده مش طبيعي، ما حدش كده بيعمل يعني ابو اسبوعين ده ناس قليله قوي. امر صعب ان احنا نطبق البريمافيرا تربيه الدراسه، لا هيبقى كده هنضيع اكيد في دورات بريمافيرا هم يعرضوها، هتبقى امر كده اصعب شويه، يعني صعب جدا نتفرج البريمافيرا تربيه الدراسه. حتى انا في بي ام بي بنروح قايلين سوفت وير، ما نقولش بريمافيرا، ان ده يبقى اعلان. المفروض الامتحان كله اختيار متعدد؟ اه الامتحان كله اختيار متعدد، اربع اوبشنز. الباشمهندس فراس بينزل ايه صفحه الفيسبوك عشان نلاقي ما فيش غير المحاضره دلوقتي هي الباوربوينت؟ لا المحاضره اربعه باوربوينت. هل لو قدر الله حصل رسوب في الامتحان ثمن الامتحان يدينا برضه؟ اه بيدفع بس بيقل. يعني الامتحان الاولاني بيكلفك $555، لا قدر الله الامتحان الثاني تمام بيكلفك ان شاء الله تبقى انت ممبر شيب في البي ام اي، يعني عضو، يعني الاول هنتكلم على الحته دي ان شاء الله لما نخلص كورس بي ام اي، انت ممبر شيب، فانت هتعيد امتحان، اعوذ بالله مش انت، اي حد ثاني شهر بره بعيد، هيبقى $275 اقل شويه. ما هي السيشن 4 نزلت لنا يا اخوانا. سيد المهندس سيد احمد ابو زيد نزل السيشن 4 اللي عايز ياخدها وجواها النماذج. اظن كده انا ربنا يبارك في الناس بتوع الدعم الفني والله ان شاء الله عليهم. الفيديو ان شاء الله ينزل بعد المحاضره بيومين حد اقصى ان شاء الله. الواجب النهارده قلناه كتير قوي. عندنا نموذجين سكوب ستيتمنت والنموذج الثاني الدبليو بي اس. حضرتك تعمله على المشروع بتاعك انت. انا عملته على المشروع بتاع المستشفى بتاعي، هل تعمله على المشروع بتاعك انت؟ وانا وصلني النهارده عن طريق الايميل بتاعي مشاريع كتيره متعدده، يعني بصراحه مبسوط جدا جدا من الناس اللي بعت ان شاء الله، ونازل ان شاء الله المره الجايه انا عايز يبقى اكتر واكتر، كل واحد طبق وعرف كل خانه، وبعض الناس اقطعوا في بعض الخانات واتكلموا يعني فرقوا بعت لهم ملحوظات ورجعوها لي تمام. ف يعني كفايه ان احنا بنعمل ترايل اند ايرور، بنحاول ونغلط، ولما نغلط نعرف الصح ايه ونفهم الدوكيومنت بتقول ايه.
مشروع ده ممكن يكون وهمي؟ اه طبعا وهمي. وحضرتك حضرتك عامل مشروع ممكن يكون وهمي، تخيل مشروع وقول الكلام بتاعه. ومش قصتي انا، مش هتابع، مش هناقش حضرتك في التوقع، لان يعني في التقدير، في الاستيميشن نفسه. الاستيميشن نفسه انا، انت هتجيب واحد اكسبيرت جادجمنت يعمله، لكن انا هناقشك في ان انت مثلا لما اقول كوليكشن ريكويرمنت مثلا ازاي بجمع، لا تحط لي طرق تجميع، ما تروحش كاتب لي كلام تاني. تمام، في الخانه دي تكتب لي حاجه بتعبر عن البند ده، لا ده يو بي اس وسكوب ستيتمنت بفانس كبار العسكر، ده يو بي اس وسكوب ستيتمنت، في اثنين نموذج انا عامل نموذجين في المستشفى. طيب مثال الاسئله خلصت، يا ريت كلنا نتابع الصفحه ساعات ان شاء الله، ممكن لو في وقت ان انا انزل اسئله نشوف اجابه الناس ايه، نشوف ارائهم. ميعادنا المحاضره الجايه الساعه 8، بلغ الناس بتوع الاكاديميه يعملوا الاعلان ان محاضره الساعه 8 مش 9، 8 مش 9، معلش انا خدت راي الاغلبيه. وحتى معلش يعني لو هيضايق حضرتك، 8 توقيت القاهره، تمام، يعني المحاضره تبقى بدري ساعه. احنا برضه اخواننا يعني ما نرضاش ان الناس، يعني واحد بعت لي من الاردن النهارده بيقول لي انا ما بقدرش اتابع ماشي بسبب ان انا يعني عشان شغلي الصبح. فاحنا معلش يعني لو نصلي العشاء ونرجع بيوتنا بدري عشان برضه اخواتنا برضه يستفيدوا زينا، فاحنا قدمناها من 9 ل 8. ان شاء الله يكون واضح، كله واضح ان شاء الله. الواجب ما نصعوض، الواجب هو سكوب ستيتمنت بالنسبه لنا، السكوب ستيتمنت والو دبليو بي اس الجداول دي فرغها واعملها. السؤال اللي برضه جاي لي، نعملها عربي نعملها انجليزي؟ تمام، مفيش اي مشكله، المهم ان احنا في الاخر نعملها. انا مش قضيتي تعملها عربي ولا انجليزي، تمام، مش حاجه، في حاجه انسى، انت ممكن تشتغل في شركه عربي نعرف كل الكلام بس حتى انا بوريك الاول التمبلتس ونفسها وهي بالانجلش ونتعرف عليها حته حته، وانا بعملها بالعربي لتفهيم الناس كلها. ماشي؟ يا ريت تواصلوا مع الصفحه، مهمه قوي الصفحه. الصفحه مهمه جدا، بيتم فيها تداول ونقشه معلومات، وان شاء الله ممكن انا نزلت مره سؤال، ممكن نزل اسئله كتيره ونحاول نتجاوب مع بعض فيها. لا حضرتك مشروعنا في المستشفى، انت حضرتك اخترع مشروع تاني، هتقول مشروع تاني وتعمله، لا مش اجابه جاهزه، تشيل المستشفى الكلام بتاعي، وانت حضرتك يا استاذ طارق 11 ان انت تعمل مشروع تاني، وده اللي حصل، وناس عملت معايا كده، وناس فهمت اللي انا عايزه وعملت المحاضره اللي فاتت كده، شالت الكلام بتاعي وبداوا هم في مشروع تاني. يخترع، اخترعه، انت بتشتغله، مشروع عندك في شغلك تعمله، والمشروع ايه؟ اي حاجه لمده مؤقته، يعني ممكن تعمل حاجه بسيطه جدا. يعني في واحد عمل مشروع ان هو يعمل مركز مثلا تدريب او حاجه، مركز تدريب. فالادوات والاستراكشرز والحاجات دي قاعد يتكلم في كل حاجه. طيب انا هديكم الميل بتاعي اللي طلب الميل. ميل اهو. عملته بخط كبير، اعملوا تاني لو عايزين. لان نخلي التليفون كده لاخر المحاضره، انا مش هدخل عليكم بالتليفون، بس خلينا دلوقتي بس عشان التحضير عندي كتير. فانسى صم، لا والله انا هتشرف ان ادي التليفون بتاعي، بس معلش شويه كده لغايه الواحد من 3 ايام بيبقى ملبوك في المحاضره شويه. لما اخلص هديكم التليفون اللي عادي يتصل بيه من اي مكان في الدنيا يتصل بيه. طيب واضح كده ان خلاص ما عادش في اي اسئله انا ما جاوبتهاش، يا ريت لو حد قال سؤال وما جاوبتوش يرجع يكتبوا لي تاني معلش. طيب كمان. ايوه انا سبحانك جزاك الله خير ومزمل فعلا، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم.